السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أيها الطيبون الرائعون، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. يوم جديد ونهار جديد ودائما مع الجديد. الجديد إخواني أخواتي كان لاكادونس طالعة بزاف بزاف بزاف، غادي تشوفوها معنا حاجة بحاجة من بعد ما حيدوا لنا الكفراج اللي كان عندنا هنايا، هاد لي شفوط اللي هزين لنا الضلا. الجمعات صافي دخلينا هنايا العملية ديال شوفنا دخلت الجناف وجيه البوردوره من اللي غادي تشوفوها معنا حاجه بحاجه. هذا الطيب كما كتشوفوا هو جا مصاوب مريقل محطوط، غادي تحفر ليه هنايا في الزيرو اللي غيولي الماء ديال لي كانيفو ديال الدريناج وديال الكانيفو غيطيح لينا في هذا الواد اللي غيتلاقى لينا مع الواد اللي غنمشيو ليه دابا نصوروا لكم، اللي غيلاقيو لنا مع الواد الكبير اللي غتتم العمليه ديال الانحدار. شركه من الشركات ديال الالومنيوم اللي جابت العمل ديالها هو خدامه فيه تبارك الله ما شاء الله، وجاب معها المعدات ديالها وجاب معها شباب مغاربه تبارك الله ما شاء الله. اول حاجه اللي كيدار اخواني اخواتي هي كيتقبوا الحيط وكيديروا لي شوفي ميتاليك وكيجيبوا لنا هذا ال شكل ديال الفورما ديالها بحال هكايا، كيلصقهم بحال هكا وحده حدا وحده وحده حدا وحده بحال هكايا على حساب لي ميوزيغ اللي عندهم، ومن بعد كيجيبوا الماتيريال ديالهم باش كيقطعوا وكيجيبوا جميع المعدات ديالهم. نفس الخدمه اللي كدير لنا اللي شفناها مع البويلدينغ الومنيوم في واحد المجموعه ديال الاشغال. اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، هنا بمدينه اكادير لاكادونس طلعت، مجرد ما كتبان لك الفريق ديال الالومنيوم وكيبان لك الفريق ديال الديكوراسيون، هما ركبوا لينا الكورنيش. الكورنيش اخواني اخواتي لاول مره غادي تشوفوه، داروا لنا البي ان كات هو اللي خدموا به لوطوروت جينيرال غوتيا، خدمت به الان جي او. هنايا الماتيريال ديال لي كانيفو راه شد لينا البلاصه ديالته، وغادي بالبوردوره مع الجناب وعاد غادي يسدوها اللي غتبقى لينا البلايص فين غيديروا لنا القادوس. النفق اخواني اخواتي صافي راه دخلينا في العمليه ديال العد العكسي، وعندنا ليكيب ديال لاماليف جيب لنا الاناره ديالها وهو معنا ياسين. ياسين تبارك الله ما شاء الله هو اللي كان معنا في النفق ال 44 وكان معنا في النفق ديال طنجه وكان معنا في واحد المجموعه ديال الاشغال تبارك الله ما شاء الله، هو ديما تيفك لهم الوحيل هذا الشاب تبارك الله ما شاء الله. تي بي سي اخواني اخواتي فيه تقريبا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، فيه مترو تي بي سي فيه مترو، وهما شومان دو كابل هما راه جايبينو من الجناب، شومان دو كابل غيجيبوه حتى للراس وغادي يشوفوا فين غادي يركبوا. ياسين لاباس، مرحبا سي ياسين، نهار كبير هذا، تبارك الله عليك تبارك الله عليك، الله يسر امرك يا ياسين، الله يسر امرك. ياسين من ليكيب من الفريق، كاين عندنا ياسين، كاين عندنا ايوب، كاين عندنا محمد، كاين عندنا بعض الجبار، كاين عندنا حامي، كاين عندنا واحد المجموعه ديال خوتنا وحبابنا. العينات هي راه تخادت الاولى هاد الثانيه، اذا كاين عندنا واحد المجموعه ديال الاشغال. وهنا خوتي انتوما عباد الله، هاد الناس معلين علينا الطروطوار، شوف شحال معلين علينا الطروطوار، شوف عباد الله اشنا هي هاد الخدمه البهلوانيه، خصنا بغينا ننقزو خصنا. اخوانا اخواتي اصدقائي الاعزاء، الطروطوار مازال غادي يطلع لينا هنايا ثلاثه ليكوش، الكوش الاولى ديال الجي ديال جيناف، وغتبعها واحد لاكوش ديال جي بي بي، وغتبعها واحد لاكوش اخرى ديال الاو بي. القياس اللي كيبان لكم هنايا مطراسي، شوف هادو كلهم من التحت، هنايا من التحت غتجي الكوش الاولى الكوش الثانيه الكوش الثالثه حتى لحد هنايا النيفو، شتو فينا هو كيولي هذا هو النيفو. الطروطوار كتبقى فيه هنايا تقريبا واحد اربعه جوج اربعه تقريبا، تبقى في واحد 8 حتى 10 ديال السنتيميه اللي كتبقى، هذه هي اللي كتبقى في الطروطوار. بانت لكم بانت لكم مشكل ديال الطروطوار، فهمتوه فهمتوه، اذا ما بقاش عندكم مشكل
إذن الطريقة ديال الطروطوار راك فهمتوها وكيفاش كيعمر وعلاش كيبقى عالي، لأن كيديرو تما كاينة دي كوش، وهاديك لا كوش كل وحدة إلا هو كتدخل لينا البلاصة ديالتها. إخواني أخواتي اللي مازال ما فهمتش، هما شي وحدين تيدخلو تيبقاو يكتبوا ليا أشغال بهلوانية، أشغال بهلوانية. أنا أصلا هذا المصطلح أنا ما فهمتوش، أنا راه كنعرف البهلوان هو الكلون، وهذاك الكلون هو مقلد، والمقلد هو اللي كيقلد، هو على شكل سفيه ينطق بما فيه. اللهم صل عليك يا رسول الله. لا عافاك اشرحوا لي شنو هي البهلوانية. اولا الخدمة، اولا الخدمة عندها تاريخ البداية وعندها تاريخ البداية وعندها تاريخ النهاية. مادام انا داخل خدام في الديل اللي عاطيني حتى ما يهضر معايا، هذه وحده. ثاني حاجه فتلك هذاك الديلي عاد قول لي بهلوانيه ولا مات بهلوانيه ولا داكشي ليك، هذه جوج. ثاني حاجه المشكل هو ان هنايا الشركات مراخفه على هذوك الناس اللي كيصوروا نيجاتيف. تدخل للشونتيه في الرباط وتقول لهم الطروطوار بحال هكا يا مالو قصير وكذا، هذا الغدي تلقى راسك في البلاصه، الغدي تلقى الشاب الشونتيه رافع عليك دعوه بعدم التضليل واحد و اطارات الفتنه، ويلصقوا لك عاوتاني شي موتيف. انت كاع ما فاهم والو في الدومين كيفاش غاديه في الخدمه وبركة دير الفتنه. اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، هادشي راه كيمشي بلون لي نورم، عنده تاريخ البداية وتاريخ النهاية، وكاين لجنة المراقبة واحد، لجنة المراقبة الجودة جوج، غير لجنة ديال لجان هما كاينين، كل وحدة مسؤولة وكل وحدة كدير المسؤولية ديالها. هنايا اللي كيب ديال ساكيت راه مراكشيين تبارك الله عليهم، هما دفعوا لنا هنايا الجناف، وهاي النيفلوز غادا جاية اليوم، داخلة غير نيفلوز وحدة اللي بانت ليا هي هادي النيفلوز. هذه آلة من الآلات والمعدات اللي كتقرا لنا في الصخيرات، كتقرا في المعهد ديال الصخيرات، والكومباكتور حتى هي راه كتقرا في المعهد الصخيرات. مولا الكومباكتورات كبيرة مع هاد النيفلوز كيكونوا 20، وهاد النيفلوز فيهم جوج الماركات، فيه نيفلوز نورمال اللي هي هادي، وكاين النيفلوز اللي عندها الجنحين خارجين ليها، كتمشي ب ب ب ب بسميشو كتمشي بالجي بي اس. ساكيطرا هنايا ملي تكون البالا خارجه بحال هكدايا سكتراد مع البال شو البالا سكتراد مع البال، حيت البالا تخلي خارجه هكا ولا هكا. هاد البلاصه كيبنيو فيها هاد الحيط، هو راه مشات ليه الطوبوغراف، الطوبوغراف هو اللي يعطيهم الاشارات او غيعطيهم الاشغال تبارك الله ما شاء الله. اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، مرحبا بكم في ليغاردكور. ليغاردكور اخواني اخواتي راه بداو فيهم مره مشاو حتى للراس. هنايا ايتيليزاو لينا ليغاردكور البي ان كات، البي ان كات شو كيفاش داير ديفيرون على داكشي الاخر، هذا غليظ وصحيح، دايروا على حساب الناس غادي يجيو غيبقاو يتكاو لهم على هنايا ولي شي واحد مهود لتحت. انا باش ايفيتيو هذاك لي بروبليم داروا لهم البي ان كات، هو اللي غيصلح لهم، هو اللي خدام معكم الله يعطيكم الصحه. هنايا هو الشانطي بدا يبان، هنا غيكون عندنا الجارديناج باساج دو بيتون، هو وعندنا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء صافي. هنايا الاشغال ها هي راه بدات كتتضح الامور، تبقى لنا الجيغاتواغ راه هما طالعين فيه، وغادي نشوفوا واحد المجموعه ديال الاشغال اللي باقا عندنا هنايا في نفق الحي المحمدي. اذا هناك لا كادونس طلعت، هناك تقدم ملموس، هنيئا شركه ار كي ار تبارك الله ما شاء الله. مده الاشغال انطلقت لنا في جونفي، وحاليا حنايا دابا شهر 6، اذا 6 اشهر تقريبا مشات لهم النص ديال الخدمه غير في لا ديفياسيون،
اكبر خطا ارتكبته لاكيل ار ا هو لا ديفياسيون شده جايب. الرباط حاليا اخواني اخواتي شادين 6 شهور عطاهم شهر باش ديال لا ديفياسيون باش يدخلوا صحاب التيراسمون وتكون القضيه بدات لينا سلا. اذن اخواني اخواتي خديتو فكره عرفتوا شنو كاين، خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن الملك وانا مشيت.